بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة في درس السانيتري انجينيرينج لغرض حساب الكوانتيتي اوف سيويج او كوانتيتي اوف فيس ووتر. ناخذ اكزامبل: ذا بوبوليشن اوف ا سيتي از 40,000. قيمة البوبوليشن هي 40,000. Average wastewater flow is 400 لتر per capita per day، يعني 400 لتر لكل شخص لكل يوم. Principle average، هذه الـ II أنا مختصر، هي infiltration in flow. Infiltration in flow allowance is 890 لتر لكل سنتيمتر لكل كيلومتر في day، سنتيمتر في كيلومتر في day. السنتيمتر هو للقطر، والكيلومتر الكيلومتر هو للطول، والدي هي وحدات زمن، والدي هي وحدات زمن. The average length of sanitary سوا، طول الأنبوب الأنبوب شبكة المجاري أو المجاري 8 متر بير كابيتا، يعني يعتمد على عدد الأشخاص، يعني ما نعطيك طول محدد، قال لك 8 متر بير كابيتا، فلازم تاخذ عدد الكابيتا اللي هو 40,000 وتضربه في 8 حتى يطلع لك الطول الكلي. The sewer distribution by size is as follows: 15 سنتيمتر diameter، وهاي القيمة مالتها 4%، يعني 15 سنتيمتر diameter 4% من الطول الكلي. 20 سنتيمتر دايميتر 79%، و 31 سنتيمتر دايميتر 10%، و 46 سنتيمتر دايميتر 5%، و 61 سنتيمتر دايميتر 2%. إذن هذا الأنبوب البايب سايز مختلف الأقطار به، يعني مو قطر واحد، فعندك نسب لكل قطر، فأنت لازم تطلع بهاي الحالة، لازم تطلع الاكوفلنت سايز، تطلع الاكوفلنت سايز باعتبار القطر عندك مختلف. شو يريد؟ يريد استيميت انفلتريشن ان فلو، الانفلتريشن ان فلو اللتر بير كابيتا بير داي، اللي المي اللي راح يجيني عن طريق الانفلتريشن، اكو كميه من المياه راح تدخل انابيب المجاري عن طريق الانفلتريشن ان فلو لوحدات لتر بير كابيتا بير داي، اند ماكسيمم وات وذر فلو ان متر مكعب بير داي. ويريد الماكسيمم وات وذر فلو، مو دراي وذر، لا وات وذر فلو ان متر مكعب بير داي. اسيوم ذا ماكسيمم فاكتور فور انفلتريشن ان فلو هو 1.6، منطق الماكسيمم فاكتور للانفلتريشن 1.6. في الحسابات هاي انا عودتكم بشغل انه اشتغل على طريقه، يعني ارتبها بشكل جدول حتى الخطوه الاولى، انا حتى اطلع الماكسيمم لازم عندي الافرج، انا ما معقوله انه اجي اشتغل الماكسيمم ما عندي الافرج. فالديلي افرج انت ايش قد منطيك الوحدات هو 400 لتر بير كابيتا بير داي، يعني هو الافرج ويس ووتر فلو منطيك اياه، بس منطيك اياه بوحدات كابيتا، فلازم تضرب ال 40,000 في هذا حتى تخلص من كابيتا يطلع لك لتر بير داي، واللتر يتحول الى متر مكعب بير داي. ف 400 لتر لكل بيرسن في داي في 40,000 شخص، واحول هنا من متر مكعب من اللتر عفوا الى متر مكعب، راح يطلع لي 16,000 متر مكعب بير داي. العفو هاي مو بيكينج فاكتور، والبيكينج معناه غير شيء، الماكسيمم حتى ما يصير عندكم ربش بالموضوع، الماكسيمم فاكتور. الماكسيمم فاكتور هو 1 زائد معادلة عندكم موجودة على 4 بها المعادلة، اعتقد 14 هو جزء من عندها، بالفعل هو 14، ولو تعوض ال 14 على 4 زائد جذر بي، والبي بال 1000، يعني انت ال 40,000 تاخذها تستخدمها 40، فيطلع لك 2.36، يطلع لك 2.36، شيكته يطلع 2.36 ماكسيمم. اولي ماكسيمم دراي وذر فلو، هنا أنا كلمة دراي وذر فلو، دراي بس هو ايش رايد عندك وات وذر فلو، فانتبه للمصطلحات. وات وذر فلو
هنا انت طلعت اورلي ماكسيمم دري وذر فلو راح تقول 2.36 الفاكتور هذا ضربه في 16000 يطلع لك فد رقم. وايضا انت تقدر اذا بوحدات لتر بير كابيتا بير داي فانت عندك اصلا موجود هو قيمته 400 لتر بير كابيتا بير داي فمباشره ضربه 2.36 يطلع لك 944. بس هذا شنو نوعه؟ ماكسيمم دري وذر فلو. اوكي كالكوليت ذا ماكسيمم انفلتريشن. هسه انا راح احسب الانفلتريشن حتى كلمه الدري راح تتحول الى وات. هاي الدري احولها وات، ويوم تحولها الى وات من يدخل عليها الانفلتريشن. توتال لينث اوف سانيتري سور بايب، احنا مطين اياه بالسؤال ليش احتاجيته هنا. هسه اقول لك انا ليش احتاجيته، لان انا هو منطيني الانفلتريشن قيمته 890 لتر بير سنتيمتر كيلومتر داي. فبدي اتخلص من سنتيمتر وكيلومتر. السنتيمتر لازم اطلع القطر المكافئ، والكيلومتر اطلع الطول الكلي. الطول قايل 8 لكل كابيتا، والقطر مختلف ايضا اياه، فراح اشتغل الطول والقطر حل لان محتاجهم. توتال لينث اوف سانيتري سور، توتال لينث اوف سانيتري سور 8 متر لكل شخص ب 40000 شخص عندك انت. تحويل من كيلومتر الى متر يطلع لك 320 كيلومتر، لان انا محتاجه بالكيلومتر. اكوفلنت دايمتر ايضا انت عندك 4% 79% 10% 5% 2%، فهاي كلهم تقسمهم على النسب مالتهم يطلع عندك القطر المكافئ 23 سنتيمتر. تجي هسه تطلع حسب القيمه المطلقه قال لك 890 تضرب في 23 في 320 وتحول لي من لتر الى متر مكعب يطلع لي 6550 متر مكعب بردك. اذا هسه هذا القيمه هاي تمثل الافرج. انا عندي الفاكتور مطيني اياه بالسؤال قايل لي 1.6، هاي الفاكتور قايل لي فور اي اي اللي هي انفلتريشن ان فلو 1.6 ضربت في 1.6 6550 طلع لي 10408. هسه احسب الكالكوليت ذا اورلي ماكسيموم وات وذر فلو. اذا ماكسيموم هسه تحولت الكلمه الى وات لان راح يدخل وياها الانفلتريشن. فاجيب الدري وذر فلو واضيف له الانفلتريشن، جمعتهم صار عندي المجموع الكلي. واذا بطريقه الكابيتا فقط انا هذا الرقم اقسمه على 40000 يطلع لي 262، واجمعه ويا 944 اللي مطلعها سابقا يطلع لي 1206 لتر بير كابيتا بير داي. الاكزامبل الثاني على نفس الموضوع. A city has a current total population of 40,000 residents. The estimated design population, يعني هذا ال population, at the end of design period, اللي هي the estimated design population صار قيمته 55,000 at the end of design period of 20 years. يعني بعد 20 سنة صارت قيمته بالتنبؤ وطرق التنبؤ أنت أخذتها، إحنا علمناك إياها من أخذنا بالwater supply engineering، أنت أخذت طرق التنبؤ. للسكان. Determine the design average, design average, maximum and minimum flow rate. إذا يريد design average والdesign maximum والdesign minimum. design ما تابع فقط للافرج. إذا يريد الافرج والماكسيموم and minimum flow rate. Use the following data. شنو الداتا اللي منطيني اياها؟ قال لي current daily average flow، average flow to the wastewater treatment، average flow قيمته ايش قد؟ ايش قد قيمة الأرض؟ 18400 متر مكعب بير داي. daily average infiltration قيمة الانفلتريشن ان فلو اللي داخل الأنابيب، الانفلتريشن ان فلو اللي داخل الأنابيب قيمتها تساوي 8 لتر بير كابيتا بير داي. هسه أنا اللي عندي الاورلي ماكسيموم انفلتريشن، هذا عندك الديلي افريج، هذا الاورلي ماكسيموم انفلتريشن قيمته 180 لتر بير كابيتا بير داي. اذا منطيني اياها كقيمه، منطيني الافريج ديلي افريج، ومنطيني اورلي ماكسيموم. نيو جونيور كوليدج ويل اتراكت 1500 نون ريزيدنت ستودنت بير داي، ذا ديلي افريج ويست ووتر فلو از 50 لتر بير كابيتا بير داي. والجونيور كوليدج هي كلية للمبتدئين الجدد،
ستجد 1500 نون ريزيدنس يعني غير مقيمين، نون ريزيدنت غير مقيم ستيدنت بير داي، يعني تجلب 1500 شخص باليوم. هذول معدل استهلاكهم 50 لتر بير كابيتا بير داي، يعني ناس ما مقيمين بس هم هذول يجون للكليه اللي هي نيو جونيور كوليج، قيمه الاستهلاك مالهم 50 لتر بير كابيتا بير داي. بعد شنو الاضافات؟ هاي وحده من الاضافات، انه اكو ناس تجي للكليه هم غير مقيمين، عددهم 1500 واستهلاكهم 50 لتر بير كابيتا بير داي. A new industry will add a daily average flow of 900 متر مكعب بير داي. فور الشغل مالها ايش قد؟ 24 ساعة بير داي، 24 اور بير داي اوبريشن. اذا عندي انا هذا المعمل يشتغل 24 ساعة باليوم يعني فول داي. زين؟ ايضا قيمة مضافة، ايش قد الكيو المضاف هو 900 متر مكعب بير داي. والمصطلحات هاي مهمة أنت بالنسبة لك، من يقول لك ماكسيموم تعرف شنو الماكسيموم، ديلي يقول أنت، إذا المهمة المصطلحات. إن أورلي ماكسيموم فلو، إذا الماكسيموم فلو الأورلي أوف 1500 متر مكعب ويل أوكر ديورينج ذا داي شيفت. ذا داي شيفت قيمة الماكسيموم فلو أوف 1500 ويل أوكر ديورينج ذا داي شيفت. إذا قيمة 1500 الماكسيموم أورلي داي شيفت قيمته يعني يكون داي شيفت يعني لمدة يوم يعني يصير قيمته 1500. The plant will be shut down one day a week. إذا عندك يوم بالأسبوع هاي المحطة يعني بلانت، إحنا هذين النقاط ولو إحنا دام جينا يفترض هنا أنا ما تندمج، يعني هنا تابعات للاندستري، حتى انت يعني اذا رقمتهم هسه 1 2 3 احسن يعني حتى تصير الامور. والبي ادد افريج ديلي، المهم يعني نقول عليها هاي النقطة، يعني 1 بالنسبة الاندستري، 2 هاي الاندستري شنو بيها، 2 ان اورلي مالتها. إذن هاي كل القيم هي تابعة للاندستري حتى لا يصير عندك إشكال بي. أوكي، فهسه A new industry will add a daily average flow 900 متر ل 24 ساعة. إن أورلي ماكسيموم هي تابعة للاندستري قيمتها 1500 متر مكعب بير داي will occur during the day shift. The plant will shut down one day a week، يعني قيمته أحد الأيام يصير صفر قيمة الاندستري، قيمة احد الايام لان ماكو شغل. اذا عندك الافرج 900 والماكسيموم 1500، الديلي افرج دام احنا بالافرج دام نستخدم ديلي، ماكسيموم اورلي 1500 وبلانت ويل بي شت داون وان داي ا ويك، اذا قيمة احد الايام صفر. It is expected that 10% بير كابتا ريدكشن in wastewater flow will occur with the future population growth. يعني يصير عندي فيوتشر بوبليشن جروث، راح اتوقع انا يصير عندي نقصان بالكميه الويس ووتر مقدارها 10%. ذا مينيمم تو افريج فلو، مينيمم تو افريج فلو نسبه المينيمم 0.4 فور ذا كيرنت دراي ويذر فلو، الدراي ويذر فلو وويس ووتر فلو، والدراي انت تعرفها بدون انفلتريشن. نجي احنا قبل شغلنا بشكل عام نفس الاسئلة الباقية، انا لازم عندي بالحالة الحالية قد قيمة الافريج، وبعدين ورا الافريج اقدر اطلع الماكسيموم. فالديلي افريج بالنسبة للاحسب لي انا هسه للانفلتريشن الانفلو، يعني انفلتريشن ديلي افريج انفلتريشن انفلو اللي داخل الانبوب منطيني اياه بالسؤال، قال 80 لتر بير لكل شخص بير دي، ضربته في 40,000 شخص ان الحالي، يعني الافرج ديلي الحالي، يعني جاي يشتغل بالوقت الحالي، يعني ما اخذ ال 55,000 لان جاي يشتغل مو للفيوتشر، جاي يشتغل للوقت الحالي، يطلع لي 3200 اللي هي قيمه ديلي افرج. هاي شنو؟ انفلتريشن. الديلي افرج دري وذر ويست ووتر فلو، الافرج هنا لدري وذر، الدري وذر قلنا ما يشمل الانفلتريشن، قلنا على دري وذر ما يشمل الانفلتريشن. فبما انه هو قايل لك
الكرنت افريج فلو تو ذا ويست ووتر بلانت 18000. اذا القيمه هاي تمثل قيمه الدراي وذر والانفلتريشن. فانت هاي القيمه تطرح من عندها الانفلتريشن حتطلع لك دراي وذر. هذا الدراي وذر نقصه 18400 نقصه 3000 متر مكعب برده يطلع لي 15200. وهذا ال 15200 لو تقسمه على ال 40000 يطلع لك 380 لتر بير كابيتا بيردي. يعني اذا تريد بوحدات بلتر بير كابيتا بيردي نفس هذا 15200 طبعا تقسمه على لان مضربه في الف العفو لانه حتى تصير لتر وتقسمه هنا اللي يبقى الزمن بس تقسمه عليه من على 40000 يعني 15200 تقسيم 40 يصير بالنهايه 15200 تقسيم 40. فهنا قلت انا الدراي وذر دائما الدراي وذر هو جاف يعني جاف بمعنى ما عندي الانفلتريشن ما عندي انفلو يعني الطقس جاف اما ما بي انفلتريشن. فانا عندي الافرج ويست ووتر فلو اطرح من الافرج الويست ووتر فلو اطرح من عنده 3000 من انفلتريشن حتى يطلع لي الدراي وذر فلو. واضحه هاي الشغله؟ هسه حسبت الدراي وذر ويست ووتر فلو الديلي كالكوليت اكسبكتس فيوتشر ويست ووتر فلو ان لتر بير كابيتا بيردي. الفيوتشر قال لي من القيمه الحاليه ينطرح في فيوتشر ديلي افريج فلو افتر 10% ريدكشن فواحد ناقص 0.1 في 380 لان انا عندي الدراي وذر فلو نفس الديلي افريج فلو افتر 10% ريدكشن فواحد ناقص 0.1 في 380 لتر بير كابيتا يطلع 342. يعني مطلب من مطالب مالته قال لي كالكوليت اكسبكتد. هسه انا مو شغلي هذا يعني هذا ثانوي داخل عليه رقم اثنين انا باقي على هذا ديلي افريج فلو طلعت 380. هسه احسب الديزاين ديلي افريج ويست ووتر فلو كرنت الحالي هو ايش قد 15200 انا اللي حسبته حاليا هو 15000 اللي دري وذر فلو. فيوتشر اديشن ديلي افريج ريزيدنشال فلو الفيوتشر اديشن فانا عندي بالفيوتشر اديشن هسه الموجود 342 القيمه اللي طلعتها اللي هو الفيوتشر ديلي افريج فلو بالكابيتا بدون ما ضربت بعدد الاشخاص. هسه يجي واحد يسالني يقول لي هو مو صار 55000؟ نعم صار 55 بس انا بير كابيتا ما مدخل الكابيتا لحد الان تربير كابيتا فطلعت من عنده 1 ناقص 0.1 في 380 طلعت 342 لتر بير كابيتا. هاي 342 اللي صار ريدكشن بال 380 يعني ما بقى 380 صار 342. ايش قصد نسبه زياده السكان؟ فهو كان 40000 صار 55000 يعني صار 15000. فالفيوتشر اديشن راح يصير طلعت لي 15000 طلعت لي 5310. 5310 هسه هذه اللي طلعتها هاي بسبب نسبه زياده السكان وهذه بسبب الستودنت 50 لتر لكل ستودنت هم 1500 شخص طلعته 75. هذا سب توتال ديلي افريج ريزيدنشال فلو عندي 15200 اللي هو الدري وذر فلو الدري بدون وهاي نسبه الزياده اللي هو صارت النسبه الزياده بالسكان 5310 نسبة اللي هي نسبة زيادة السكان. فعندي هاي هنا كنا بس كاتبين الرقم خطأ ومو 5310 5130 فانت اضرب هسه 342 في 15 يطلع لك 5130. هنا أنا ايضا عندي طلع 75 هذا القيم مجمعين اللي هو الدراي وذر فلو زائدا ال 5130 من سبب نسبة زيادة السكان زاد ال 75 مال الطلاب زاد 75 مال الطلاب فيطلع لك 20405 متر مكعب بيردي. اذا عندك ايضا ديلي افريج اندستريال فلو اندستريال فلو الافريج مو الماكسيموم لان الماكسيموم 1500 لا هسه الافريج اندستريال فلو هو قيمته 900 متر مكعب بيردي. ديلي افريج ايضا انفلتريشن الانفلتريشن قيمته 80 لتر بيرسن بيردي لانه هسه عدد الاشخاص تضرب بالكلي لان احنا هسه نشتغل على حاله ال 55000 فطلع لي قيمتها 4400 متر مكعب.
هاي الأرقام أجمعهم كلهم يشمت اللي design daily average flow. إحنا هسه هذا مو الدري، هذا الوات weather flow. ليش؟ لأن أنا ضفت له قيمة الانفلتريشن، ضفت له قيمة الانفلتريشن، وضفت له كل الأمور، والإندوستير انضاف له، كل الأمور انضافت له. فأنت هسه انتقلت أنا الأفرج باعتبار هسه جاهز بيدي اللي هو 27,705 قيمة الديزاين ديلي أفرج فلو، والبقية الأجزاء كل جزء هذا هسه أنا أعتبر جاهز لأدخل بالأورلي ماكسيموم فلو. الأورلي ماكسيموم فلو الماكسيمايزنج فاكتور أو الماكسيموم فاكتور قانون تعرفه أنت، ونال 55 نستخدم، لأنه احنا قلنا نعتمد هسه على الحاله الجديده 2.3. اورلي ماكسيمم دري ويذر ريزيدنشال فلو، اورلي ماكسيمم ريزيدنشال، انا ريزيدنشال الحاله الاولى الوذر الدري ويذر فلو ايش قد طلعته؟ هاي ال 20,405 بدون الاندوستريال وبدون الانفلو، لان انا اخذ الدري اضربه ب 2.3 واضحه، فضربت 2.3 في 20,405 يطلع 45,500 متر مكعب بردي. الماكسيموم اندستريال فلو منطيني اياه هو ايش قد قيمته 1500، ولذلك ما يصير انا اضيف ال 900 هنا واضربها في 2.3، لان هو قايل لي الماكسيموم اندستريال فلو قيمته 1500، بعد انا ما يصير اضيف القيمه اللي هنا باعتبار هاي القيمه منطيني الماكسيموم مالتها، فاخذ الماكسيموم مالتها. ايضا الماكسيموم انفلو انفلتريشن انفلو قايل لي قيمته 180، يعني كان 80 صار 180 و55 الف طلعت 9900. هسه 9900 وال1500 وال45500 هذا مثلا كل الماكسيموم فيطلع لي 56900. هسه باعتبار انا حسبت الافرج وحسبت الماكسيموم، هسه احسب المينيموم. المينيموم دري وذر فلو انا عندك دري وذر فلو قيمته 15200، دري وذر فلو لدري وذر فلو اقل قيمه انا اشتغلت عليه كرنت ديلي افرج دري وذر فلو قيمته 15200 اللي هي تمثل بدون نسبة زيادة بالسكان، يعني قبل لا تصير زيادة بالسكان قيمته 40% للمينيموم. أنا أشتغل مو على الفيوتشر جاي أشتغل، فيطلع لي 60,080 متر مكعب بردي. والمينيموم عنده سير فلو بما أنه قال لي أحد الأيام هذا المصنع ما يشتغل، يعني ماكو صناعة ماكو إنتاج، إذا صفر قيمته ديورينج ذا بلان شت داون. وتوتال ديزاين مينيموم فلو تجمعهن 6,080 وصفر يطلع لك 6,080 متر مكعب بردي. فهذا ما يخص المثال الثاني. هسه انا انتقل وياك اكزامبل اللي هو هوم ورك لك. The design population of a city in 15 years is estimated to be 35,000 residents. The expected average per capita wastewater flow and maximum infiltration inflow allowance are 400 and 150. اذا هذا الواحده للافرج والثانيه للماكسيمم قيمتها، يعني تكسبكت افرج بير كابيتا ويست ووتر فلو اند ماكسيمم انفلتريشن، وهاي للفلو وهاي للانفلتريشن. الاستيميتد ماكسيمم اندستريال فلو استيميت ماكسيمم اندستريال هو قيمته 3500 كوكي ذا ماكسيمم ديزاين فلو، نريد الماكسيمم ديزاين فلو. فواضح نفس البروسيجر اشتغلناه بالمثال السابق. اكزامبل 4 واللي هو مهم وانا يعني مركز عليه، وانت بعدين من تشتغل بالهوم ورك تسلمني اياه عندك من الان فتره، اخذ لك فتره يعني اسبوع وسلمني اياه بعد اسبوع، وما يصير تتاخر بي. وطبعا انا احب اذكر هنا ما يصير انت بالستريم تنطيني الهوم ورك. الهوم ورك انا راح احدد لك الهوم ورك، تدخل على الهوم ورك وسوي لي يعني دز لي عن طريق الهوم ورك اللي انا دارجه لك بالجوجل كلاس روم. فتروح لي جوجل كلاس روم تدخل على الهوم ورك، ومن الهوم ورك تدز لي الهوم ورك مالتك. ما يصير تدز على ستريم، لان الستريم راح يصير كل الطلاب يشوفونه، وبعدين انا من اجي للهوم ورك راح يصير عندي صعوبه، لانه ما راح اعرف هذا الهوم ورك انت مسلمه او ما مسلمه. فرجاء اي واحد بالستريم يعتبر ربش بالنسبه لي، ما اعتبر انا شايفه. انت من تريد تنطيني هوم ورك تنطيني اياه ضمن الهوم ورك اللي انا سانده لك بالجوجل كلاس روم، تفتح الهوم ورك وتسوي لي الدزليا الهوم ورك مالتك من هناك.
The future land use, not just example, the future land use of land of a city development that has residential, سكني, وcommercial, تجاري, وصناعي, مناطق صناعية, and a day school, ومدارس يعني, data on expected saturation population densities, daily average wastewater flow, and maximizing factor for various types of land use, plan of development are given in table below. And then table هذا كل المعلومات يقول لك موجودة بي. The day school has enrollment of 2000 student, يعني الناس المسجلين بالمدرسة يوميا هم 2000 طالب. Estimate the daily average and maximum wastewater flow. يريد الديلي والافريج يعني يريد وال الماكسيمم او اللي ويست ووتر فلو اند ذا اوفر اول ماكسمايزنج فاكتور اوفر اول لكل الفاكتور. هسه انا ما اريد الفاكتور لكل شغله بس للريزيدنت, لا اريد الاوفر اول فاكتور. فبالاخير من نطلع لي الرقم لازم نطلع لي الماكسمايزنج فاكتور. بعد ما نطلع القيمة الافريج التوتال افريج والتوتال ماكسيمم تقسم الماكسيمم توتال ماكسيمم على توتال افريج يطلع لك الماكسمايزنج فاكتور اوفر اول. اللاند يوز سنجل فاميلي دولينجز, هنا ثنائي يعني دولينجز سنجل فاميليز, المساحة المستخدمين 170 هكتار الناس اللي هاي العوائل المفردة, و expected population density بير هكتار يعني 35 شخص. فانت ال 35 حتى تطلع البوبوليشن تضرب ال 35 في ال 170 حتى تطلع لك عدد البوبوليشن, يعني انت هسه المساحة تضربها في عدد الدنسيتي بير هكتار تضرب في الهكتار يطلع لك البوبوليشن لهذا النوع. ميكس ريزيدنشال دولينجز عندك هنا 120 الهكتار مالته هنا 45 في 120 يطلع لك البوبوليشن مال دولي. زين الابارتمنت 150 وهنا ايضا 130 تضربهم كذلك. هنا السكول هو 40 هكتار 150 اندستريال 110 انفلتريشن توتال اريا. انفلتريشن شنو قصدي بالتوتال اريا؟ يعني ذولي كلهم مجموعهم كلهم بهم انفلتريشن. فهنا نجي هنا الوحدات قصدي وحدات هذه اليونت لودين. هنا بالنسبة للسنجل فاميلي راح هم 350 لتر بير كابيتا بير دي وعدد الكابيتا 35 في 170 واضحة. فحتى تطلع الرقم مالته واضح بالنسبة لك. 260 هذا النوع الميكس ريزيدنشال دولينجز هو 260 في عدد البوبوليشن, عدد البوبوليشن 45 في 120. الثالث 220 وعدد البوبوليشن مالته 130 الى 150. اللي بعده هو 76 هنا 76 لتر بير كابيتا بير دي وهنا لتر بير كابيتا كم ستودنت كم هنا 2000 ستودنت منطق اياه 2000 ستودنت يعني منطق هو 2000 طالب. فبعد انت ما حاجه تستخدم ال 40 فلانه عندك 2000 طالب تستخدمهم. نجي ل 150 هنا لكل هكتار فتضرب في ال 150 يطلع لك الكوميرشال مباشره متر مكعب. فباوع للوحدات ركز على الوحدات متر بير هكتار ايضا 100 تضرب في ال 110 مباشره يطلع لك 60 هو واحد 60 متر مكعب لكل هكتار لكل دي تضرب في ال 110 يطلع لك متر مكعب بير دي. هنا توتال اريا قلت لك تجمع الاريا كلها وتضربها في الخمسه يطلع لك انفلتريشن. نجي للماكسيمم فاكتور يعني هاي حسبت الافرج هسه بهاي الطريقه حسبت الافرج. هذا الاكويجن مالتك اللي هي مالت الماكسيمم معادله الماكسيمم نفسها المعادله اللي هي 1 زائد 14 على 4 جذر بي. فهاي معناها انت تستخرج من المعادله باستخدام المعادله تستخرج ان الماكسيمم فاكتور. ايضا الماكسيمم فاكتور باستخدام المعادله حسب البوبوليشن معناها من بوبوليشن مالته 170 في 35 وتقسم على 1000 وايضا هذا الى بوبوليشن تطلع من المعادله وهذا الى بوبوليشن تطلع من المعادله. هذا الماكسيمم فاكتور 4.8 هذا الماكسيمم فاكتور 1.8 هذا الماكسيمم فاكتور 2.2 هذا الماكسيمم فاكتور 6. اذا هذا كل الجدول هو الماكسيمم فاكتور شو ما ظاهر هنا معنى انا اقصد به الماكسيمم فاكتور.
فيعني ترتيب وشغل، يعني انا وضحت هسه شلون راح تشتغله، فانت حاول تشتغله. اشكر استماعكم للمحاضره، واتمنى لكم التوفيق بحل الهوم وورك، واذا اي سؤال او استفسار انا جاهز للاجابه عن طريق الموقع الثاني في تليجرام موجود عندكم لكل شعبه، شعبه باء وشعبه جيم. شكرا جزيلا للصراحه.